بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها طلبة وطالبات، عودة جديدة مرة أخرى. عشر كان ساكن غادرا إن شاء الله تعالى، أرضي وأفراد توحيد كعشر كأفراد وية. وقال يا النفاق وأنواعه. درسي عن درسي كوري وحنقص أبراني أيها الإخوة والأخوات. قبل يجوا إلى البوا حنقص أبراني. كفرقة يا وعديسة يا نوعيسة يا نلبو قب سمو. كفر أكبر وقف دين تكسارة. يا كفر أصغر هو الذنوب التي سمها الإسلام وسمها الله تبارك وتعالى ورسوله بكفر. إن هذا ما حكينا نفاق منافق نمذا. إلهي بان كمان قالنا نفاق منافق نمو ووحنو يقف كون منافق هي مركا بالنواصل هريبة إنه أسس عننا تعريف كنفاقة إيو أنواعيس نفاق لغة وحلوير هذا كلمة هو مستر نفاق نافق ينافق نفاقا ومنافقة وماشى كلمة لقصة من قوري أما لقصة من بلاي نافق فعل كذا ماضي بها ينافق وفعل كذا مضارع نفاقا ومستر كيروي كلمة مركبة كتبت نافقاء كلمة نفاق أصلها وحويه أحد مخارج ليربوع من حجري باش لو يغنى بهل هجلد وحي سمي ستا جيد بيت مادا دور قد بي حقا متك سوقضا حقا متك سوقضا حقا دور اردود بي أسمي سا هل قد بي وحي أسمي نيسا إرهدا بدا هل كان الباب يكي يرسا هل كان متكلا هل كان متكلا حقا متكلا دور حبي سمي نيسا هل كان سيسوي بي مركا هل كان أسلاحان نفاق وحي لي هذا أما نفاق قد كاسي لي هذا حالو waxay u tala gashay baasha baal aqal badan hadii xaga laga soo baxsado halka ay ka gasho godka xaga ay ka sii baxdo xaga hadii laga soo ceyshana xaga ay ka sii baxdo yarbuu abaal kale yahay waa ayada kalmada nafaq marka waa godkaas ama sirdaabkaas ay gasho baashaasu ayaa waxa loo yaqaan nafaq ahadu makharij al yarbuu min hujri godka godka iridaha ay ka gasho yarbuu ama baal kale baasha liyaado godka ay ka gasho mid ka soo kamid ayaa waxa la yahay nafaq صابته واحد وطلق شيء فإنه إذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه حقو طلق شيء هذه هل كان لقى باره إن كان كلو عرضه كبحر وأنت هل كان بقول لي سبب مرة يبى تكتب بيت وكتب حق هذا كسر بعد سنة حق أي كعر يسوي وغيره قال كلو حي تري كلمة دو حي كتب من النفق هو السرداب الذي يستطر فيه قد كلا قالوا الله سكو أسر السرداب كما يشقرسون الله غلونته waxaa loo yaqaan nafaq nafaq marka waa wax god weeyo host ka qodan oo irida badan leh ama xagga mid kula xagga mid kula la galo oo lagu dhunto oo la isku qariyo xagga luqada kalmadu halkaas ay ka timid xagga sharciga waxaa lagu qeexaa idhaarul islaami wal khayr wa ibtan al kufri wash shar afka inaad ka sheegato khayr iyo islaamtinimo iyo diin iyo wanaag ور كرات كواي ستو كفري يا شر يا بلايو يا قالني بكاي بوحدو ها هو معناه معني سلبت وكاس اظهار الاسلام والخير وناج يا اسلام تنما كر كموجسانيسا وابطان الكفر والشر هوسنا اور كان وها كوغو جيره شر يا كفري با كوغو جيره كر كمس كر كمسلم هوس كغالو سببته وحاسه لوغو مغعابي او نفقي بهلك ليا بهلي لوغو بتلغ لانه يدخل قفكه منافقه يدخل في الشرع من باب ويخرج منه من باب اخر مر مسلم وكليه مسلمين تبر كليه هو مسلم ها اسلامك بي كجيره مر الله ما كبخدنا اسلامك وا كبخد يقول كلا اوتمادنا ايغو لا جيره اهي وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله الهي با شيغاي قرانك سا كو شيغاي بقوله إن المنافقين هم الفاسقون إن المنافقين هم الفاسقون منافقين الدين توكبه أي خارجون عن فش من الشرع أي خارجون من الشرع شرع توكبه كويتشرة ساتر هذا كم دوانا يربوع قد كسر قلي قد كسر قلي ردس وتعك بعيو معنى ذلك بحوي مركب مسلم كله شوكان ردس وشوكان ومسلم كله markii gaal ku yimaadana gaal bulay ha
وقد جعل الله المنافقين شرا من الكافرين. إله سبحانه وتعالى تلمان ببعيه منافق وكدر يه كافر كعادية، لأنه كافر كعادية كدك من بس إنه كافر يواسك عد منك يهودية ما نصارية ما مجوسية ما مسيحية هل كأسكفر ليه أستقول إنه كافر يواكو عد مرة بكدك من بس مرة بديح قليل بس لأنه إنه كافر يهو عيسى وعدس. لكن منافقه ومذبذب مذبذب هو بين ذلك لا إله هؤلاء تعالى لكم أشرو ولا إله هؤلاء مسلمين تلكم أشرو أديك ما كل شيء مسلم بكلي مركز السكر الدادين إستا والله شيخ إستا إستا سيرت هذا شيء لأن مسلم هو هيستا يا مسلم هو هيستا هاي مركا والله شيخ إستا إستا وكم الميسا ونرجع هذا ونحاجة مركو تجانا وكاور رمي وقال قرآن قال محكويري إن المنافقين يخادعون الله هو خادعه وحي اسكت يا المنافقين إلهي نذكران وهو خادعه إلهي نوابا المرنية إلهي وابا المرنية يخادعون الله إلهي إن يذكران بإسكت يا نذكر يا شرقول يا بلاي يا ملاقي وهو خادعه ربنا وابا المرنية أبا المرنية مظن أيوسين يا جزاء وفاقه مركا الصلاهان ويكدرين كفار تعارية ويكدرين كفار تعارية وعشر كروكو صاب سنة منافق نمضوا ويكدرن تهوي القرآن كان وحي كوجود لله القرآن كان وكجري إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار مركل يا هذا النار تا وحي جليا وكلهن خنك واسه دركات نار توا دركات وهو و و وخنن كله واسه يوي وكله سرية وسيدا تنا وكله تا هو سيدا دبقيه دو لسه أطباقة سيدا سو كله تا مركا وحي في الدرك الأسفل من النار بكله بينما كافر كعالي خنك خنك سر ليه خنك سر وخنك نحرس تعيق إياك ما يشوفه سكوت شلون به قيب توه سيسا خانة توه سيسا أيه كوت شلون مر كافر كدري هاي هل كاس أيه كوجود ليه يا آية القرآن كأو قرآن سا إن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون شو بتشيت نفاق ولا قيبية وحلا قيبية إلى يلا بنا بدو حلي لو يغنى النفاق الاعتقاد وهو النفاق الأكبر النفاق الاعتقاد ومن حق عقيدة دو النفاق الأكبر نواليها الذي يظهر صاحبه الإسلام قفك سمعين يا إسلام هو الشيخاني مسلم بانه يقول لي ويبطن الكفر قالمان وقرساني وهذا نوع مخرج من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار فرس قفك دقن كاس له وصداسة وصفة النفاق اعتقادي وكسفه به دينة الإسلام كواكب حي سيدا ما يسترم آخرها دي لتغى نار بقلي اسكا إلال اسكا إلال سفايا بيقف كاسولي تلماميس وقادن وقادن دون إن شاء الله تعالى أرضي وانت دقل يرتحي هكو سفايا من أذيك أي أهل كاغا أي فيركين أي مسلمين تبا كبت بادينة كسفه ده نفاق النوع سؤول يري قال لماذا وكدرين ياهي قف كاسونا في الدرك الأسفل من النار بقلي سيفوين كسا وحا كاميدا إلهي سيدو قتل المامة سبحانه وتعالى وحو جمع استي أولاقها لي صفات شر كلها رمبان سيفوين كشرق ورمبان لغيها كو حوار من الكفر ورطوا قال وحا كاميدا عدم الإيمان إيمان ماله سيفوين كي على أبدا وقرت وحا كاميدا الاستهزاء بالدين وأهل دينة إسلام كا إيا مسلمين تو كتشاس كيسا السخرية منهم وايسا فرسية فرس هكو دقمن سفادة يان لغيهري إن الدين تكو جاس جاستو ها ومكدر تقف مسلمة وشعائر الإسلام له عاد كو جاس جاستو وطرع ده هاي والوحن سيوغي هاي ده سان كان وكلمة وعنا أما عاد يستو أما نيادة هكا أهاتو أما توس بأول جهر لكن حسكو دي حتاس وصفات المنافقين ودين تعالى غبحو الاستهزاء بالدين دين تعالى يستو وكو جاس جاستو هي وحكم إذا الميل بالكلية إلى أعداء الدين والأمة إن الله شقيسه وكبيرته وأولحته وكثر سناته عدو الدين تي أمضى كواس الله شقيسه دي لي هذا من سومالي هلا جبو هاي والله ولا قمنت يا ولد جبي جرب هلا جبو هدي لي هذا والله يا رجال تاسو ولا قمنت أدي أدم سولو مني هتاس إنه جبنا ولا هاي أوكي قب قالن هاي هدي لي هلا قبصلو وبلا ذلك له كواب ستي وقوم كله قبص هديته هدي لي هذا نعم بالله العك هدي لجوس يا مانت أمضى نحن لقمة هذا وحوي ولا قبل يسال هدي ليس ومنافق نمو نار تالو قلا قف كاس صاحب كيسو في الدرك الأسفل من النار اسكا إلال ها اسكا إلال
إن أمضان يدين كذا يتريتان كذا يكيان كذا قوم مناوي كوا أما عدو كوا إن الله شقيسه أو مد أقع إنجليسه أو مد ركته أو بابيس وهذا دوت الشيء ما نفسته يعني لو قلت لك دائرة وياها ولا ولا دائرة أرديك دائرة يفهم فوركا ولا ولا طيارات منحرفة أو لحسن يا لغيا بقعد تين وقلو أو لغيا أمضان إنه يبصر هاي سكيلا وهؤلاء موجودون في كل زمان ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا يستطيعون مقاومته منافقين تنعاسوا حلك استواجوها حلك استواجوها لكن حلية يقبل يهين وحويه وأمرك إسلامك أوديس الصوب حضه وإسلامك أودي شه أو وحويه أيضا أودي كرين إن إسكعابين توصلك سميان بهوست الديسيس نبدا إيو خيانة إيو بلد إيو بابا كورا أمد وحباب يقف دنجار إسكله أو أمد كلا وكيلك ها ها كودك من الأرداس إن ما أنتي أدوكيل كأنه قام قامم كلا وكيل قام كلا وكيلك إن كوي أديكتان هذا كوي أقدامتان أو ذلك هذا كوي جب هذا ضعيرة ما أنتو أو ذلك واحترق يسيه حوق يسيه عقل يسيه أو حلوص وبروص ولمن هي أرداس إسك إلالي هاي منافقنا من نوع أقوله واقرت كلا بعد نوع على بعض على هاي إن كي هو رلفتيسي بحوق عن نوع يله وحكمده حيالها منا النفاق وين لقوه لتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي بينسه عليه الصلاة والسلام وحكمده تكذيبه بعد ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم نبي محمد لسه ديبي قار كمده أما كل جسم إن بينسه وحكمده بقض ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم نبي محمد لسه ديبي والدين تاع نعطب سطه ونعضه oo mar allah ka diin la soo qaadaba jirraca kugu jajibto maartu ad karaahiyo iyo wajacabsto ma dareento oo diinta ba si u dhibsataba oo shacaairteeda iyo masaajida iyo ahlu khayrka iyo dadka marka arato ay wax weeyaa xanuun kugu dhaco waxa kamida ayaduna waxa nifaaq keena al musirratu bin khifad diin rasuulillah sallallahu alayhi wasallam in aad jaclaysato oo qalbiga gashato in diintu hoos u dhacdo oo shar ku bato oo fowdadu badato oo balaayadu badato oo balaayada iyo jinniga jaanku sar mara islaamku hoos u dhaco ahay waxa kamida الكراهية اللي انت ساري دين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بإسلام يسكون عن ضد مسلمين يا ضد قالا هذا يسكون عن إن هذا آدو اللي بسطة مسلم كنو قولستو واتش على إسطة إن إسلام كهوس ودعوه يا أو طيارات كلا صباحا وبدها كلا يتو أو دو صباحا طبعا ماذا نوع عصو وبرينه إسرائيل قال بيرين تأيو سعجيب انت إسرائيل ما قال نبدا حيانا الجفا إذا ركبتها سكيلان تكون حكتا وحو يعني نفاق العملي اعتقادي بكيهورها قلبي قلبه هو تنوى عمل شغلكم على عقيدة وكوبة دادي قلبك هو أوكي لكن هو عمل أعمال خلدان بعد سمينيسا حاجة وقاردون إن شاء الله تعالى وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب وإن أتكشى قيسه وحياله منافقين تلقوا يقال نبا أتكشى قيسي قلبك هو وكوبة قبع قلبك هو وكوبة قبع وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق قفك سفادة لغهره وصفوين كاس يدغنك لغهره وحاكو كل ما إيمان يا منافقين سؤال بقى كسبه ماشا أيها الضلبة أرد يو ماشا نفر سو قفوين وفنفورات هاي هذا الوحبة أحبت أنبت فان سنتها سابع قف إسلام وقو كل مكران منافقين مو يا إيمان سابع وقو كل مكران اسوي دي باك وإذا كثر حتو دغنك أبت صدق قفك صار بسببه منافقا خالصا خفكم حنا غنيا منافق عدل غنيا طلقان كابتروا رسول كان عليه الصلاة والسلام حديث كسوق نوح لي أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا أفر سفقف كلا جهر ومنافق بنين دقيم ها أربع من كنا فيه أفر شيء قف كلا جهر وكسي فوبه وحنا غنيا منافق بنين دقيم نغري هي ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق قف كمد كمد على جهلنا حقا منافق نمابة كتشرة حتى يدعها إلى أسكناف مع كبيرة إدأت من أخا أنا ضدك خيانيس حقا بالقوة أمني حقا بالخيانيس منافق وين متهد لكن عمل منافق بعد سميسة منافق وين حق عقيدة وكي قال لماذا متهد لكن شغدا منافقين تاسكالي iska ilaali ha qaban khayaanadu waa dhaqan munaafiq munaafiq way waan ka soo hadalay hor uga soo hadalay shaqadiisa qaar kamid ad qabatay hay wayda hadatha kadab ma hadal sheekaysa inaad been sheegto oo been aan noqoto shaqo munaafiq aduu munaafiq ma tiidiya oo qalbigu ku fayow yahay laakiin shaqo munaafiq wad haysa ha shaqo munaafiq wad haysa laana beenta
يقال ويقال وإذا عهد قدر بلانكو كبحا منافق متي هذا بلانتا كبحا دو أو مركا لغلا بلا بلانتا قيسو أو أن بلانتا قيمة كوكو فردين منافق متي لكن شقا منافق بالحيسا ها ويكال دوانتا موقتاي إن المنافق تاي إن الشقادي سايسا وكال دوانتا مركا نفاق وحلو يقال نفاق عملي شقادي بالحيسا منافق منافق توس أدوبتي إيمان بالله لأن لكن شقدي سبت كتيرته إسكا إلى علي وإذا خاصم فجر هذا يعيد واحد له مرة أولاد ده يعني وأبي يلي ماي سواء كان حلالا أو حراما سواء كان صحيحا أو خطا واحد دون طاعته صدقون بكو قاضني ألد الخصام ها نوع الله لنوع ربوكو قاضني يا دودس دودس كل عصنا يو فإن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع قف كي لقاها ولا أفرتها شيء أكو كل ما أفرتها وأكو كل ما رمان شر أو رمان قف كي كل ما قف كي يسوق درست خيانة إيه بين إيه بلان كباح إيه ضوط أذيك قف كي أكو كل ما شر أو رمان بكو دام وقال لبا مكلا هرتو لبا مكلا هرتو خيانة إيه بين مكلا هرا حبات خيانة يستي وروانا خيانة يستي بالوبيلي كسر لنا ماي كم خيانة إنه إلهي بيقول بنا كم خيانة لبعض الصور ما بكر الحرام ها ما بكر الحرام مركا إسك إلالي لقنا كنا عاسة رسولك وحوكش جع عليه سلامة وسلام قف كي أفرت على جهله منافع ما رح لقى منغلا قف كي مت كم إذا لقى هلا وحوية محوقة عن نفاق نباب على جه ليه إسك إلالي نهال كم حين وكسر بحياة أيها الأخوة لبعض هذه وحين وكلق إحنا النفاق وعد سمين وكلق إحنا أصغر أكبر بين أقيمني ما حاله وكلق طاه ما الفرق بينهما حاول كلق رني أنا النفاق الأكبر حاول كلق رني النفاق الأكبر يخرج من الملة والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة قف النفاق وين هذو كله عدين تا سلامك وكبحة واعتقاد إلا عقيدة سبا خلدن قلبي سبا خليسن دينته وكبحة لكن النفاق أصغر كقف دينتك كما بح ويعمل ويعمل انت ير ادن بيغه او غلبا لو عقابيا قيامته حدو دون الله هو ودافيا سبحانه وتعالى غانت الله بكو جيره لكن دينته وكبخاي ما اورن كرتي نفاق كخغا اكبر كا اختلاف السر والعلانيه في الاعتقاد قلب كلبات النفاق الاكبر اختلاف السر والعلانيه وقفك الظاهر كيسه كحكم مقدا اي اوركيسو اسخلافو اوركيسه اي ظاهر كيسو اسخلافو سديسب اي ونفاق الاصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد متفير داي كور واحد اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد أورك واحد كاجتيرة هي واحد أفقد حق عقيدة لا بس خلاف سام كان هو حق الشقدي قرب قصد دعات النفاق الأكبر لا يستر من مؤمن قف مؤمن بكم يسور توبه نفاق وين وأكبر كاهو مؤمن أنت كم يسور توبه لكن نفاق أصغر كاهو مؤمن أنت وكسور توبه مؤمن كبين وشيء كرا معناه هو أبناء تير بين شيء ما لكن بين واقع ذكرتها بلن ما له واقع بحكرا وهو خيانين كرا قف كمؤمن كه أضي سيد خوارج توكلاته هأرن هذو بين شيء جواه قالوا حرضوا كبح هذو وحرض واقع قالوا هل كه هل كه جالسين يا لكن كخوارج سأسكله ولكن خوارج جدوا دم بيد لو قالوا إنه جالسين ما إنه قال ما لكن دم بيبو كل عيو إلهي بنو قتوبت كن كرا وكلا بن كرا حدود حتى كتبت كنساء كل إنسان تحت مشيئة الله إلهي سبحانه وتعالى كعنتي سو كتله السوء ما هو دافو أما يوصو داف قلبك أفراد وحوي النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه انت بدن قفك النفاق وين كرعه وعقيدته كخلدان تهي وعقديس وخربان تهي انت بدن ما توبت كينو بخلاف النفاق الأصغر فإن صاحبه يتوب قد يتوب ويتوب الله عليه وتوبت كيني كرا إلهي سبحانه وتعالى وكتب أقبالي كراه ويا سو مركو رب الدم ببؤها هو عشر كان انت هدان كوينا أيها الطالب وحلق أربع سؤالها كان نتك جوابت عرف النفاق لغة وشرعا ما أنواع النفاق نفاق نعيد سمحيتها وما هي أنواع المخرج أنواع المخرج من المل كان كاسارة دينتا كاسارة وكما أيهما أشد خطرا على الدين الكافر أم المنافق ولماذا قال كعادية بحردة كبح يو كافر كا وإنه عشرة ده رجس واحد الله هي منافق الله بضدك الله بضدك يا بع أختر بدن دين تا يا مسلمين هذاي كافر كتهاي هي هذاي منافق كتهاي ولماذا متكست الصاب متكست الصاب بيه بين النفاق الاعتقادي والعمل نفاق اعتقادية هي نفاق عملية كلا صع وكلا عدي
ما حكم التكذيب بعد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نبي محمد وحي لو سو ديبي قار كميد ان اد بينسو ايات قران ام خوغه حديث ان اد بينسو تلو ايات خوم كد مخن نقنيا اذكر شيق الفروق فرق او دخيه لبا اما صدح كشيق فرق او دخيه نفاق اكبر كا يا نفاق اصغر كا فرق او دخيه لبا كشيق وافروق هدا ودبيسو هدا سو مريني ويه لبا اما صدح كشيق فرق او دخيه هلكاس أين كسوة قبقبين هذا ما لدينا حتى الساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان ما وحي نقول ماذا أرضي فانفور هل كان وحي نقول ماذا تبتر كي توحيدك بأكمله أفرطع عشر من كسوة أروني آدي آدي آدو الدلالة وحي نكرجين إلهي سبحانه وتعالى قل إيا شغفي عن يينا آدو حسو آخر ستان حال غيابان إنا مرضى بسسوة نقول إن شاء الله تعالى خير بدن بين السوق نهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.